الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الله وكفى وسلام على عبده الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام إلى المغني نبدأ به حتى نسرع لأن المسألة عندنا صارت أنا مقصر جدا معكم. مسألة قال ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. المسألة هنا راجعة للأمر المهم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة على أمر مهم جدا ألا وهو هل تعليق الأمر عليكم السلام وبركاته تعليق الأمر على المسح أم على الحدث؟ تعليق أمر التوقيت في المسح على المسح أم على الحدث؟ وهذا فيه كما قلنا اللهم أمين رضي الله عنكم في خلاف. قال المصنف لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام بلادهن. فعلق الأمر على المسح، وهو حال ابتداء بالمسح كان مسافرا لما ابتدأ حتى ولو لبسه حضرا، فلما ابتدأ في المسح ابتدأه مسحا مسافرا. وقوله منذ كان الحدث يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف. هذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية أخرى أن ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث، ويروي ذلك عن عمر بن الخطاب فروى الخلال عنه أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت، وفي لفظ قال يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها. واحتج أحمد بضاء الحديث يقول يمسح المسافر على خفيه 3 أيام بليلهن، ولأن ما قبل المسح مدة لم تبح فيها الصلاة بمسح الخف فيها فلم تحسب من المدة كما كان قبل الحدث. وقال الشعبي وأبو ثور بهذا رضي الله عنك الشريف يمسح المقيم 5 صلوات ولا يزيد عليها. هذا كله صراحة فيه ضعف، ولذلك المصنف قال ولنا ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث سفيان من الحدث إلى الحدث، وهذا حديث لم يصح. هذا الحديث من الحدث إلى الحدث حديث لم يصح ليس صحيح. ولأن ما بعد الحدث زمان يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح والخبر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله. وأما تقدير الحديث أصلا ضعيف، والحجة عند علمائنا في الأحكام الحجة في الأحكام على التصحيح. وأما تقديره بعد عدد الصلاة فلا صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قدره بالوقت دون الفعل. عليكم السلام وبركاته أدراك مخضر. فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح 6 صلوات، هو أن يؤخر الصلاة ثم يمسح ويصليها في الوقت في اليوم الثاني، يعجلها فيصليها في أول وقتها قبل انقضاء مدة المسح، إن كان له عذر يبيح الجمع من سفر أو غيره، أمكانه أن يصلي 7 صلوات. الحق كما قلنا مدار الأمر في هذا الباب يتعلق بالمسح ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم ليلة يمسح المسافر 3 أيام بليلهن، فعلق الأحكام على المسح. فيبقى إذن التوقيت في الاستخدام مبدأه على المسح، التوقيت في الحكم على المسح، يبقى إذن المسألة مدارها على المسح. الأدب رأس مال الإنسان. الله يرضى عنك يا رب، زادك الله أدبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ومسألة قال ولو أحدث مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع. هذه المسألة أيضا يعني النزاع فيها ومدار الأصل في هذه المسألة هو أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح حيطة للعبادة. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هنا الآن هو اختلط الأمر بين مقيم ومسافر. هو مسافر حالة كوني مسافرا، والنبي جعل المسح للمسافر 3 أيام بليلهن، وهو لما مسح مقيما يبقى تلبس بإقامة، وهو متلبس الآن في لسان حاله بسفر. فهنا أما الإقامة حاضر تمنعه،
لأنه توقيته أقل، وأما السفر يمنحه لأن توقيته أكثر 3 أيام بليلهن. فلما لما تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، فيتم مسح مقيم فقط ويخلع الخف، ثم يتطهر طهارة كاملة، وإن لابس الخف له أن يمسح 3 أيام بليلهن ما دام مسافرا. قال اختلفت رواية عن أحمد في هذه المسألة، فروي عنه مثل ما ذكر الخرقي وقول الثوري والشافعي، يعني يقدم إيش؟ يقدم الحاضر على المبيح. قال اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، فروي عنه مثل ما ذكر الخرقي وقول الثوري والشافعي وإسحاق، وروي عنه أنه يمسح مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو لأكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح وهو حاضر. وهذا الكلام على أنه قال أنا أنيت الأحكام بلسان الحال، أنيت الأحكام بلسان الحال، ومذهب أبي حنيفة لقوله يمسح المسافر 3 أيام بليلين وهو مسافر، حالة كوني مسافرا إذن يأخذ الحكم، ولأنه سافر قبل مدة المسح فأشبه من سافر قبل المسح بالحدث، وهذا القياس قسم على الفارق، يقيسون قبل الحدث على بعد الحدث، وهذا اختيار الخلال وصاحبه أبو يعني وصاحبه هو أبو بكر. قال الخلال راجع أحمد عن القول الأول إلى هذا، والصحيح أن القول الأول هو الصحيح وهو الأقرب إلى السنة. وواجه قول الخلقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، وجد أحد طرفيها فالحضر فغلب فيها حكم الحضر، كما قلنا المسألة بصحتها ورمتها أنها تتوقف على إيش؟ على الحاضر والمبيح، تتوقف على الحاضر والمبيح. قال كالصلاة والخبر يقتضي أن يمسح المسافر 3 أيام بليلهن في سفري، وهذا الأول من ابتداء المسح في سفري، وفي مسألتنا يحتسب المدة التي مضت بالحضر، والصحيح أنه تغريب الحضر المبيح، وأما قياسه ما بعد المسح على ما قبل المسح فيه خلاف، لأنه ابتدى عبادة وشرع فيها ودخل فيها فصار من أهلها، ابتدى عبادة ودخل فيها فصار من أهلها. فصل. فإن شك هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر، يعني في شك عنده، بنى على مسح الحاضر، لما؟ للحيطة في العبادة، عدم المخاطرة على العبادة، عدم المخاطرة، ولأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته، فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر جائز البناء على مسح المسافر، وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك ثم تيقن فعليه إعادة ما صلى مع الشك، ولأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها، فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث. ثم ذكر أنه كان على وضوء كانت طهارته صحيحة وعليه إعادة الصلاة، وإن كان مسح مع الشك صح لأن الطهارة تصح مع الشك في سببها، ألا ترى أنه لو شك في الحدث فتوضأ ينوي رفع الحدث ثم تيقن أنه كان محدثا أجزاه، وعكسه ولو ما لو شاء في دخول الوقت فصلى ثم تيقن أنه كان قد دخل لم يجزه، وكذلك إن شك المسح في وقت الحدث بنى الأحوط، وهذا التفريع على الرواية الأولى. فأما على الثانية فإنه يمسح مسح مسافر على كل حال، وصحيح كما قلنا في الشك لابد يبني على اليقين، في الشك لابد أن يبني على اليقين وهو الأدنى، فهو شك مسح مسافرا أو مقيما نقول مسح مقيما لنغلب الحاضر على المبيح. سهل يجوز أن نصلي في الخارج أمام الناس مثلا في حديقة عامة خاصة صلاة العصر التي وقتها ضيق؟ نعم يجوز، لكن حاول تتجنبي ممشى الناس وموقف الناس، ولو معك أخت يعني تغطي على حضرتك عند ركوع السجود يكون أفضل. إذا مسألة شك هنا بيعمل معها يعني على القاعدة العامة، وهي القاعدة المهمة جدا، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قد أتم على مسح مقيم وخلع، وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. هذا قول الشافعي أصحاب الرأي ولا عن فيه مخلفا، أنه صار مقيما لم يجوز له أن يمسح مسح مسافر، لأنه بعدما صار مقيما خلاص انقلب الأمر في حقه أنه يكون مقيما، فيأخذ حكم المقيم بالمسح فيخلع، لأنه بطل المسح السابق، انقضت المدة بوجود بأنه صار مقيما، لأنه صار مقيما لم يجوز له أن يمسح مسح المسافر كمحل الوفاق، لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا ابتدأها في سفر ثم حضر فيها أثناءها
غلب الحضر، كما قلنا الحضر يقدم على المبيح. كالصلاة فعل هذا لو مسح أكثر من يوم وليلة ثم دخل في الصلاة في نوى الإقامة، في أثنائها بطلت صلاته لأنه قد بطل المسح، فبطلت طهارته وبطلت صلاته لبطلانها. ولو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت البلد في أثنائها بطلت صلاته أيضا. المسألة على إيش؟ على أصول ما هو عليه. وتعلمون أنه إذا قضى المدة بطل المسح، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، إذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. وقال فصل، أو قال مسألة، نعم ارتقى مسألة، مسألة ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما، مقام الخفين. وهناك تجديد عظيم من الفقهاء في مسألة المسح على الخفين. هم يقولون إما أن يمسح على الخفين وإما أن يمسح على ما يقوم مقام الخفين من الشدة والقوة واستطاعة المشي عليه. معناه والله أعلم يقوم مقام الخفين في ستر المحل، يعني الكعبين، لابد أن يعلو على الكعبين. الشراب الذي يلبسونه الآن اللي هو يسمونه سبو، أعتقد بيكون أقل من النعلين، أخفض منه، فلا صح المسح عليه بحال من الأحوال. لابد أن يكون ساترا لمحل الفرد، الكعبين يعني، وإمكان المشي فيه لأن الخف يمشي فيه، وثبوته بنفسه. والمقطوع هو الخف القصير الساق، القصير الساق، وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرد ولا يرى من الكعبان ولا يرى من الكعبان لكونه ضيقا أو مشدودا. وهذا الأعدل. ولذلك قال، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، ولو كان مقطوعا من دون الكعبين لم يجوز المسح عليه، لأن هناك جزء من العضو قد ظهر، وإن ظهر فواجب الغسل ولا يجمع له بين البدلين، ولا يجمع له بين البدلين. وحكى عن الأوزاعي، عن الأوزاعي جواز المسح لأنه الخف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر، ولنا لا يستر محل الفرد فأشبه اللركاء والنعلين. قال فصل، ولو كان للخف قدم، وطبعا كل هذا الحق أنه لا يعمل به، والعمل هنا عند أهل العلم المتقنين المحققين في الباب هو أنه كل ما يستر العضو يجوز المسح عليه، كل ما يستر العضو يجوز المسح عليه. وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العصائب والتسخين، تسخين كل ما يسخن الرجل، أمر بالمسح على العصائب والتسخين. وغزوة ذات الرقاع شهد بذلك أنهم كانوا يمسحون على اللفائف، كانوا يمسحون على اللفائف. إذا قال فصل، ولو كان الخف قدم ولو شرج محاذي لمحل الفرد جاز عليه إذا كان الشرج مشدودا يستر القدم ولم يكن فيه خلل. عامة نحن مش متصورين ما يقوله في هذا الباب، لكن نحن نقول هو ما ينتعله الإمام ويغطي محل الفرد، ويغطي محل الفرد. قال المصنف، ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي عليه فأشبه بذي الشرج. قال فصل، فإن كان الخف محرما كالغصب الحرير ولم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب، كل ده أيضا سيرجع إلى مسألة عظيمة جدا، وهي هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ فالمغصوب، فالحرير، فغير ذلك هو يعني كلها محرمات، بس ولكنها محرمات لغيره. فإذا كان الخف محرما كالغصب والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب، وإن المسح عليه وصلى أعاد الصلاة. لماذا؟ لأن مطلق النهي عندهم يقتضي الفساد. مطلق النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير، مطلق النهي يقتضي الفساد. وأعاد الطهارة والصلاة لأنه كان عاصي بلبسه الحرير. الرخصة كما لا يستبيح المسافر رخص السفر للمعصية. ولو سافر لمعصية لم يستبح أكثر من يوم وليلة، لأن يوما وليلة غير مختصة بالسفر ولا هي من رخصه، فأشبه غير الرخص بخلاف ما داد على اليوم والليلة فإنه من رخص السفر، فلم يستبح بسفر المعصية كالقصر والجمع. ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي عليه، هذا الأصيل. لما؟ لأنهم قاسوه على الخف، يمكن متابعة المشي فيه سواء كان من جلود أو لبود وما شبهها، فإن كان خشبا أو حديدا نحوهما
فقال بعض أصحابنا لا يجوز المسح عليه، لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة، ولا تدعو الحاجة المتعارفة للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى المس على هذه الأغلب. وقال قال قياس المذهب أبو يعلى، نعم، قال القاضي قياس المذهب جواز المسح عليها لأنه خف ساتر يمكن مشي عليه فأشبه الجلود، وكان فيها الإلحاق في هذا الباب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.